الفوز بحد ذاته صحيح 3 نقاط حاله حال مباراه الدوري، لكن بحد ذاته له طعم خاص بالنسبه للجماهير. مباراه كلاسيكو هارد لك القوه الجويه، هارد لك الجماهير القوه الجويه، هارد لك الكابتن ايوب اديشو، لاعبين القوه الجويه محترمين. خلص يعني نطوي هاي الصفحه مع القوه الجويه، نكمل مشوارنا بالمباريات المباقيه المتبقيه من الدوري. الزهراء قدم خدمه كبيره للشرطه. طبعا اكيد تدري انت من تلعب تحت الضغوطات القوه الجويه ولا والشرطه فارق نقطه، مو مثل ما تلعب فارق 4 نقاط، اكيد صار ادفانتج للنادي الشرطه. واحب ابارك الشخص عزيز علي، اهدي له الفوز، لان هذا الشخص صديقي عزيز علي، قال لي راح تفوزون 1-0، قال لي راح ادعي لك، وانا اشكره لان اعرف دعاء مستجاب. شكرا. الدعاء يستمر حتى تحقق لك الدوري مع الزهراء. شلون؟ هذا الدعاء يستمر حتى تحقق لقب دوري مع الزهراء. والله ان شاء الله ان شاء الله بلكي الله. شكرا للزميل احمد العطواني.